السلام عليكم. طلبت أعزاء في قسم علوم الحياة جامعة بغداد. بهذه المحاضرة راح نشرح موضوع النيستد إف عن لوجيكال أوبريتورز. النيستد إف هو الإف المتداخل، الشروط المتداخلة، وراح نضي مثال عليها. أيضا اللوجيكال أوبريتورز شرحناه بالكورس السابق، لكن كنا نتكلم فقط عن إكسل. حاليا نتكلم عن الفي بي إيه. لوجيكال أوبريتورز اللي هي الدوال الخاصة بالمنطق، الأور والأند والنوت. اليوم حنتكلم عن الأور والأند. بعد هذا راح نتكلم عن السميشن، برنامج بسيط. نستذكر بالبداية أحد برامج اللوبس المحاضرة السابقة، ونعدل عليه ونشوفكم شلون نقدر نحسب السميشن، وممكن نحسب طبعا الأفرج بعد أن نحسب السميشن. راح استعمل نفس الشيت اللي هي SH يظهر الأوتبوت مالتي. سأروح على ال VBA. عندي سب بروجرام اسمه nested if. سب بروجرام شو بدي اسوي؟ بدي اصمم برنامج. هذا البرنامج ادخل له درجة لطالب، وهاي الدرجة تمثل النتيجة النهائية للطالب. فإذا كانت الدرجة محصورة بين 90 إلى 100 فتقدير الطالب راح يكون excellent. إذا كانت محصورة بين 80 إلى 89 فتقدير الطالب راح يكون very good. وإذا كانت بين 70 إلى 79 فراح يكون تقدير الطالب good. وإذا كانت بين 60 إلى 69 فراح يكون تقدير الطالب average. وإذا كانت بين 50 يعني كانت بين 50 إلى 59 نعم، فهو راح يكون success نجاح. وأقل من 50 أكيد راح تكون poor. وراح أيضا نخلي خاصية إنه إذا كان الرقم أكبر من 100 أو أقل من 0 فيعتبر خارج الرينج المسموح. حتى سوى هذا البرنامج أحتاج أعرف variable، يعني أنا البرنامج أقرأ رقم وأعرض نتيجة فقط. فكم variable أحتاج كأنبوت؟ فقط واحد اللي هو درجة الطالب. وأحتاج أن بالنهاية أسوي مسج بوك تظهر لي output تقول لي تقدير الطالب. هنا راح أعرف الأعرف الدي أصدقاء. هاي تكلمت إن شاء الله نتكلم عنها CLS بالمحاضرة القادمة احتمال النستد لوبس إن شاء الله. انتبهوا زي على عملية القراءة. عملية القراءة ما أكتب فقط input box وأخلي enter student degree، وإنما ما أنسى هاي. إذا أقرأ قيمة رقمية قيمة عدد يعني numeric، فيفترض بي أن ما أنسى أن أحط val حتى تحول لي قيمة ال variable داقة إلى قيمة رقمية. يعني دي degree هي درجة رقمية مو في شيء نص. إذا كنت تتعامل مع نص عند هاي الحالة ما أحتاج الفال. إذا يكون بالترافيك لايت ما أحتاج الفال، لأن كنت أقرأ كلمات اللي هي ألوان. زين، بعد أن قرأ درجة الطالب بدي أشوف هل هاي محصورة مبدئيا محصورة بين 90 والمية، فراح أحط شرط. طبعا English. إذا كانت الدي شبيهة، إذا كانت الدي أكبر أو تساوي 90 عند هاي الحالة شوف لي هل الدي بنفس الوقت أقل أو تساوي 100. عند هاي الحالة انتبهوا زين على التاب دوسها، لا تاب خاص للسب بروجرام ولا تاب خاص للإف الأولى، والنتيجة مع الإف الثانية راح تكون داخل التاب الأخر. راح تسوي مسج بوكس. طبعا إذا كانت الحالة الأولى فأكيد هي excellent. كل إف أكيد تنتهي بـ end إف. هذه الداخلية and if. زين، هاي خارجية and if. هسه نفذ البرنامج، خلينا نفصل عملية القراءة.
انطي ارقام بالتسعينات المفروض يطلع لي كلمه اكسلنت. اذا ما انطي رقم بالتسعينات او 100 راح يكون خارج الشرط مالتنا وبالتالي ما راح يعرض اي نتيجه. نفس البرنامج ندخل الرقم مثلا 97 قل لي اكسلنت دان. طبعا الدان هاي مال هاي المسج سو مسج بوكس جواب لي اكسلنت. زين ناخذها مره ثانيه نعطي رقم 88 مثلا بس قل لي دان ما طلع نتيجه. يعني الفكره انه اذا اي رقم ادخله مو بالتسعينات عشره 100 راح يقول لي اكسلنت. اعطي ايضا مره ثانيه انطي مثلا 7 مو بالضروره 8 77 ايضا ما انطاني نتيجه. ما قال لي النتيجه هي ما حاط له غير فقط اذا كان هذا الرينج بين ال 90 وال 100. اذا يفترض ايش اسوي؟ اسوي تعديل على البرنامج احط else اذا كانت الدي اكبر او تساوي 80 عند هاي الحالة راح يسأل هل الدي اقل او تساوي 89. عند هاي الحالة راح يشوفني مسج بوكس ويقول لي very good. كل اف تنتهي ب اف حتى انتهي هون سويت هالشكل. انتبهوا زين الحالة الأولى هذه الاف بها اند اف وهذه الاف بها اند اف. لو باوع كم اف عندي مكتوب 1 كأنما هاي اف ثانية فهنا عندي هاي الاف الداخلية الها اند اف وهاي الاف الداخلية الها اند اف. لكن هاي الاف الها ايلز اف ولها اند اف ماكو وراها اند اف اخرى. الطلبة يعتقدون في اغلب الاحيان انه اي استعمل ثلاث افات هنا لكن بالحقيقة هاي وحدة فقط وهاي تكملة تسأل هل عدا هذه الحالة فليقول لي ايلز. وبالتالي احنا هنا هاي نفس الاف هاي الايلز تعود الى الاف الاساسية مال هاي. شوفوا ايش قد الهيكلة مهمة رتب مالتك البرنامج حتى تيه تعرف هاي الاند مال هاي وهاي الاند مال هاي مو تحط له واحدة جوا الاخ والتيه. زين هسه لو نفذ البرنامج المفروض راح يميز مو فقط التسعينات ايضا الثمانينات. سو نفذ البرنامج دخل له مثلا 80 قال لي very good اذا ميزها دان. زين نفذ مرة ثانية نشوف الحالة البدائية السابقة يعني هل دي يقبلها ولا لا بعدها موجودة excellent زين دان. زين هسه ندخل رقم خارج هذا الرينج مثلا 70 فقط دان ماكو يعني مدى فذ ماكو هاي الحالة. اكيد راح نحتاج ان نقدر نسلسخ هذا نفسه ونكمل البرنامج. هاي راح تصير 70 هاي راح تصير 79 بدل ال very good راح تكون good. وايضا نكررها هنا وبدل ال 80 راح تصير 60 هنا راح تكون 69 وهنا راح تكون average. هاي الستينات يبقى عندنا فقط الخمسينات ايضا اذا كانت اكبر او تساوي 50 واقل او تساوي 59 فعند هاي الحالة راح يكون سكسس نجاح. ويبقى عندي حالة واحدة فقط اذا هاي الحالات كلها ما اشتغلت فراح يحط لي ايلس. انتبهوا هنا الايلس نقطتين شوفوا هاي ايلس اف كانت بيها شرط وبيها دين ما
ما هاي فقط إلس. إلس شو راح يكون؟ إذا لم تكن لم تكن الدرجة محصورة بين 90% ولا بين 80 و89 ولا بين 70 و79 ولا بين 60 و69 ولا بين 50 و59، فأكيد هذا الطالب ما يحتاج يقول له هل هو أقل من 50، أكيد هذا حيكون راسب، فراح يكون مسج بوكس. ضعيف رسوب. شوفوا الاف الأساسية هاي نفسها بها else if، else if نفسها هاي تابعة للاف الأساسية else if else if. أما ال end if هاي مال هاي فقط وهاي مال هاي فقط وهكذا. هسه لو نفذ البرنامج المفروض يتقبل كل الحالات. يعني من أدخل له رقم 50 55 يقول لي سكسس. من أنفذ مرة ثانية وأنطي رقم مثلا 66 يقول لي أفرج، يعني 60 زين أو متوسط يعني زين. من أنطي 77 راح يقول لي جود، يعني جيد زين. من أنطي 88 راح يقول لي very good اللي هو جيد جدا. وأخيرا نعطي 99 راح يقول لي excellent done. هذا البرنامج إذا أعطيه أكثر من 100 أو أقل من 0 ما راح يعترض. يعني لو ألفه وأعطي مثلا 100 أو مو 100 210 فنفترض صار خطأ بالإدخال، نفذ ما سوى شيء، ما نبهني انه هذا الرقم خارج الرينج زين. اذا نعطي سالب 90 هيقول لي بور. طبعا هاي الدرجه مو منطقيه تكون بالسالب، لذلك راح نشوفكم شلون نستعمل اللوجيكال اوبريتورز البوابات المنطقيه من ضمنها الاور والاند. فراح احط شرط هنا بعد عمليه القراءه راح يكون اكو شرط. اذا كانت الدي درجة مالت الطالب أكبر من 100، أكبر من 100 مو أكبر أو تساوي، راح نستعمل AND أو لا مو AND، راح نستعمل OR إذا كانت أكبر من 100 أو إذا كانت دي شبيهة أقل من 0. سواء هاي الحالة أو هاي الحالة لازم يطلع لي مسج بوكس. شو تقول لي؟ المسج بوكس تقول لي out of range مكمل هكذا is انت من range مثلا من الصفر الى 100 زين. الاكيد الكوتيشن والقوس زين. بس هذا الشرط حطينا اف جديدة، كل اف لازم به اند اف، لكن احنا شو نريد؟ نريد هاي الشروط تكون تابعة لهذا الشرط. يعني اذا الرقم مو ضمن هذا يعني داخل هذا الرينج فالمفروض يتشيك، فاحتاج ايلس اف او عفوا ايلس، احتاج ايلس. يعني اذا كان خارج الرينج راح يطلع لي هاي المسج، اذا لا راح يطبق ذني. الأفضل ذني كلهم الحالات اللي سويناها عدا الـ end if تكون tap، يعني هاي كل الحالات ذني راح تكون داخل هاي الـ else. يعني إذا كان خارج الرينج يطلع لي هاي المسج، إذا لا راح يطفر على الـ else. يعني العبارة هاي راح تكون إذا كانت خاطئة فراح ينزل هنا يطبق واحدة من ذي الحالات، وأكيد كل إف بها إند إف. فهاي إند إف الأولى هي الداخلية اللي هي يا هي اللي هي مال هاي، فأكيد هاي يعني كانت كان المفروض بها أيضا يسوي تاب حتى تكون جوا الإلس، ويبقى إنتر راح يصير هنا
hedef. Her hedef, dayanan noktalarına, hedef, mal, hedef. Yani sar, عندي مجموعة من الإفات. أنا راح أسوي، راح أروح على السايز غير راح تتخيلون البرنامج أكثر سهولة. هنا 18 بعدين رجعة نقول 12 أوكي حتى يكون أسهل بمتابعة البرنامج وراح أسوي مراصفة للحالات هاي دراصفهم الحالات من أجل أن تتخيلون شكل البرنامج زين بس لو أضوع البرنامج هاي الإفة الأساسية إذا تحققت إذا كان ضمن خارج الرينج يعني أكبر من 100 أو أقل من 0 راح يقول هاي العبارة إذا كانت هاي العبارة مو ترو فولس إذا راح يروح على الإيلس راح يشيك هل الدرجة أكبر من 90 وأقل من 100 هاي كأنما أنت أكبر من 90 ذين أقل من 100 أقدر هاي الخطوتين أختصرها أكتب أكبر من 90 أنت الدي أقل من 100 وهاي كذلك هسه مهم نشوف احنا التسلسل مال الاحداث ورا ما شاف اس اف اس اف اس اف بالنهايه اذا مو بور بالنهايه ما تعد اف عفوا وهاي الاند اف هي تابعه علما للاف هذه هاي يسموه الاف المتداخل النستد اف هسه نفس البرنامج نشوف هل يتقبل حاله انه هذا اكبر من 100 ولا اقل من 0 نفس البرنامج اذا دخلت له مثلا 210 راح يقول لي out of range زين سيقول لي اوكي قول لي down ما انطي اي تقدير زين نفس المرة الثانية قبل شوي من دخلنا سالب 90 طلع لي poor خلي نشوف شو راح اطلع حسن out of range please enter in range من 0 ل 100 وما طلع اي تقدير اذا دا يشتغل البرنامج صح ينبه على الخطأ فانا هذا الشرح وافي ان شاء الله هذا البرنامج اللي راح نعطيكم صورة له بعد نشر الفيديو ونتكلم هسه عن موضوع اخر نتكلم عن السميشن والأفرج لكن قبل ما اتكلم عن السميشن والأفرج حبيت ان ارجع مرة ثانية واكبر ال او ما اكبر خلي اشوفكم شلون يشتغل البرنامج يعني اعطيكم خطوه متابعه للبرنامج لو خلي نكبر صوت افضل يمكن حتى تقدرون تشوفون اوضح احنا كان عندنا 12 سوي 18 قول اوكي زين لو افترضنا انه الدي اثناء تنفيذ البرنامج مو قال لي انتر ستودنت ديجري لو افترض كان تقدير طالب 66 ايش راح يجي؟ راح يجي يقول هل الدي اللي هي 66 اكبر من 100 فولس طالما هي اور فراح يستمر لو ان كان ما تفيد بس راح يستمر زين هل الدي اقل من صفر ايضا فولس 66 لا هي اكبر من 100 ولا هي اقل من صفر اذا ما راح يطلع لي هالمسج بوكس راح يروح على الايلس دخل بالايلس شو راح يسوي 66 هل هي اكبر من 90 لا 66 بعدين حيدخل ما راح يدخل جوا طالما هاي صارت فولس فما راح يجي بالإف الثاني زين هاي حقيقة هي في حالة الإيلس إذا هو حيدخل أيضا حيسأل هل الدي أقل من أولا تحقق الشرط الأول يلا حيدخل فما راح يدخل أصلا نانا سأل هذا الشرط صار فولس ما راح يدخل إلا إذا كان هذا الشرط ترو يلا يدخل داخل هذا زين راح يروح بعدها شاف هذا فولس 66 هي مو أكبر من 90 إجي هنا 66 هل هي أكبر من 80؟ أيضا لا فإذا راح يصفر هنا إلس هل 66 أكبر من 70؟ أيضا لا فراح يصفر هنا هل 66 أكبر من 60؟ ترو حيدخل جوا هل 66 هي أقل من 66؟ أيضا ترو إذا ترو بترو فراح يطبق هاي الحالة حيطلع لي مسج بوكس تقول لي أفرج يعني تقديره متوسط بعدها ينهي الان في هذا ويظهر لي عبارة دان بعدين انتهى التنفيذ النهائي
اتمنى هذا الشرح وافي. ونتكلم عن موضوع اخر، موضوع ال summation والأفرج. البرنامج هذا هو نفس البرنامج اللي خدناه بالمحاضرة السابقة، فقط ضفت له items بعدين عن كلام عنها، حاليا هي مجرد comment. لو نفذ هذا البرنامج ونستذكر شو يسوي هذا البرنامج، يطبع لي أعداد فردية بالسطر الثاني تبدي بواحد تنتهي 17. شوف أنا لي وين قايل لي 18، طبعا 18 رقم زوجي في ذلك المطلع. زين، الايتم تبدي بواحد، لو خليه تبدي باثنين راح شو تصير الارقام؟ شبيها شو راح تصير؟ راح تصير اعداد زوجيه، يعني 2 زائد 2 4 زائد 2 6. لو بابا زين على البرنامج مقدار الزياده 2. انا هنا امتدت السطر الثاني والكولوم هو اللي يتغير. طبعا الكولوم لازم يزيد، لازم الكولوم او الرو يزيد المقدار واحد. هذا كله انا شرحه المحاضرة السابقة. تعديل بسيط على البرنامج، بالامكان ان اتحكم بحجم الطباعة، يعني بدل ما اكون دائما هي 18 اكون اثناء التنفيذ احددها. فضفت variable اسمه items، يعني انا اقدر اخلي هذا مفعل الايتمز. هنا عرفت ايضا حالة حال الكولوم والايتم دبل. فهنا الايتمز راح يكون هنا قوس ناسي، هنا طبعا الفال اللي نستعمل. في الفال شو تسوي؟ تخلي القيم رقمية نيومرك. زين، بدل 18 حكتب items. زين، هاي items يعني do while، هل الايتم اقل من الايتمز؟ الايتمز هي كلهن اخر رقم، يعني 18. يعني سوينا في البرنامج يقول لي انتر ايتمز سايز، ايش قد تريد تستعمل؟ خلينا نقول له بدل 18، نفس 18 خلينا نقول 18. اوكي، طبعا 2 4 6 8 لحد 18. الفكره اثناء تنفيذ البرنامج انا هنا دخلت الايتمز ايش قد، يعني ما يحتاج اغير هنا الرقم كل ساعه. يعني نفس المره الثانيه بدل 18 راح نعطي مثلا 12. اوكي، قال لي 2 4 6 8 10 12، يعني هاي السايز حددته اثناء تنفيذ البرنامج. وحتى اقدر الايتم قيمته هم احددها بالبدايه، يعني ميلي وين، يعني هنا كل ساعه امسح مثلا يسويها 4، مثلا يسوي 4 نفذ، اقول له مثلا الى حد 16. شوف اذا اختار ايش قد الحجم النهائي، بس من اختار مين ده ابدي؟ لا بدا ب 4 يعني غيرتها، بس انتهى ب 16 اللي قبل شوي دخلتها. هاي الفكره. زين، هاي فقط طبعا هاي لو نفذ مره ثانيه ونكتب مثلا خلينا نقول 20 ونفذ، لو ضاع هذني هاي متتاليه عدديه. الفرق بين اي رقم حالي، الرقم اللي سبقه فرق نسبة ثابتة، 20 ناقص 18 2، 16 ناقص 14 2، 4 ناقص 6 2، هاي يسمونها تالي عددية، حتى لو كان الفرق واحد، يعني حتى لو كانت هذه واحد، هي أيضا متتالية عددية. أنا حسب ما أذكر أنتم المفروض دارسين هذا الموضوع صف رابع إعدادي، يعني إذا نعطيه الأرقام 10 ونقول له أوكي، فراح يبدي 4 5 6 7 8 9 10، هاي 10 ناقص 9 واحد، وسبعة ناقص ستة واحد، خمسة ناقص أربعة واحد، هاي يسموها المتتالية عددية. زين، رجع اثنين، اتفقنا إنه هاي اللي هي تبدي بأربعة تنتهي بعشرة، هاي متتالية عددية، عشرة ناقص ثمانية اثنين، وستة ناقص أربعة اثنين. خلينا نقول ما يبدي بالأربعة، يبدي برقم اثنين. لو هنا حطينا بدل عملية الجمع عملية ضرب، لو حطينا عملية ضرب نفذ، يقول لي لحد وين؟ خلينا نقول مثلا لل 32، يقول لي اوكي، بدا 2 ضربت في 2 4 في 2 8 في 2 16 في 2 32، هاي متتالية هندسية. الحد الحالي تقسيم الحد السابق إلى نسبة ثابتة، 32 تقسيم 16 2، 16 تقسيم 8 2، 8 تقسيم 4 2، و 4 تقسيم 2 أيضا 2. هاي يسموها متتالية هندسية.
فمو مو نقدر يعني ما اقدر اطرح حد ناقص حد يطلع نسبة ثابتة لو انا ما اقسم. ومو بالضرورة تكون عملية ضرب، ممكن تكون عملية قسمة. يعني اذا انا كنت لازم اعكس العملية هنا items اريدها رقم اصغر، فراح يكون هذا الشكل اكبر، والايتيمز خلينا نقول ابدي 64 وبدل عملية الضرب بنقسم على 2. زين هسه حبدي ب 64 انتهي ب 2، يبقى هذا الايتيم عفوا الايتيمز راح ادخل 64، فهنا هنا الايتيم هو وين راح ينتهي؟ مثلا الأربعة، يعني ننفذ ونقول أول رقم ايش راح يكون؟ مثلا 64، نقول أوكي، صار لنا خطأ هنا، الأربعة وستين هاي وهاي الأربعة، هل الأربعة أكبر من الأربعة وستين؟ طبعا لا، فراح يتوقف. إذا هنا لازم 64 مثل ما قلت في البداية، هاي بدل الايتمز راح استعمل راح ادخله وحيكون الرقم الأصغر. هاي الفكرة، نفس البرنامج هنا ندخل مثلا إلى حد الأربعة، أوكي بدأ ب 64 بعدين 32 بعدين 16 بعدين 4 بعدين 8 بعدين 4، هاي أيضا من التالي هندسية، 64 تقسيم 32 2، 32 تقسيم 16 2، وهكذا 8 تقسيم 4 أيضا 2. هاي استعمل هنا قسمة. قد تجيكم بالامتحانات اتبع البرنامج الحالي واظهر لي الاوتبوت ايش راح يكون، او اكتب برنامج يقوم بطباعة متالية هندسية. شو اسوي البرنامج؟ شو ينكتب؟ هاي المتالية الهندسية تبدي بالرقم 64 وبعدها 32 وبعدها 16 وبعدها 8 وبعدها 4 وبعدها 2 او لحد 4. هاي اكتب لي برنامج يسوي لي هذا الشيء باستعمال الدوائر. ممكن يجيكم برنامج حول هذا البرنامج الى فور، نفس البرنامج خليه يشتغل بالفور. زين اذا هذا البرنامج يبدي يشتغل بالفور، فهنا 64 راح تلغي، يعني ايتم 64 راح يكون خلال فور، فامسح هاي وهذا من الايتم هو راح يشتغل به، ففور ايتم راح يصير اسمه الى حد الايتمز. هنا ننبه على شغلة، راح أتكلم عن خطأ شائع عند الطلاب، راح أشوف لي for item تساوي مين هذا اللي دمتي من 64 2 إيش قلت 2 4 وتمام. هاي العملية أريد نمسحها ما يحتاجها. زين هاي إذا نفذها طبعا هذا يستعمل فور، فلازم نحوله نيكست، وهنا شو اسمه نيكست اسمه ايتم. زين حتى نوقف الخطا الموجود يشرنا اضغط على هذا المربع ريسيت ونفذ مره ثانيه. ندخل مثلا كم الى حد وين؟ الى حد الاربعه ونضغط نشوف احنا سوينا. نقول من 64 4، هاي اصلا القراءة ما تشفي لي بكل شيء. زين نحتاج ستيب. اذا اقول ناقص 2 واشوف التنفيذ، بس 64 هواية بالحالة، ف خلينا نقول مثلا 18 الى حد 4 ناقص 2 2 نفذ. هذا القراءة ما لها قيمة، كان مفروض الغيها حقيقة. 18 16 هاي متتالية عددية، هاي متتالية عددية، يعني هو فرق بين أي واحد والثاني هو 2. زين لو بوع زين هذا ستيب، اكو طلاب شو يسوون؟ يقولون احنا نريد مو ناقص نريد نقسم، نكتب تقسيم 2. هذا خطأ، هذا VBA هذا ما راح يشتغل. شو راسي اعتبر
او خلي هاي خليها هنا الاعتراض. شوفوا الاعتراض هنا فور ايتم ما يقبل قسمة على اثنين، ماكو هيجي شيء، يعني يقبل ناقص اثنين يقبل، يعني قصدي الفور يقبل اثنين، طبعا هو ما راح يشتغل اثنين لان هو بده ينقص، بس ما يقبل في او مثلا هنا لو نجي نريد نقول من 4 الى 18، من 4 الى 18 هسه راح يتنفذ راح يشتغل طبيعي. هذه القراءة كان المفروض ألغيها، أنا ما غيرت ما لقيتها. من 4 أنا مقدار الزيادة 1 منطقة ستيب، أحتاج ستيب 2 نفذ. هاي أيضا ملغيتها، خليني أقول إيه لكم. المهم 4 6 هاي التالي عددية تزيد المقدار 2. أيضا خطأ شائع، شيء يحط للطالب حط لي في، إذا حط 1 في 2 هذا أيضا اعتراض error in VBA، يعني هاي قصدي هاي العبارة هي نان، هذا error. ماكو هذا الاختراع، لا في 2 ولا تقسيم 2. فهذا البرنامج بهالطريقة ما راح ينحل باستعمال الفور، لازم استعمل طريقة ثانية لحله بالفور. إذا ردت ألا حله بالفور وقف البرنامج. هاي نشرح إن شاء الله المحاضرة القادمة على السيكونسز. هسه صار عندكم معلوم إنه ماكو في، ممكن طرح، ممكن جمع، ممكن بس قسمة وضرب ماكو. زين، ننتقل لموضوع سامشن. هذا فقط كله كان استذكار للموضوع مالت اللوبس، وأيضا ننتقلكم أفكار ثانية. زين، خلينا نقول إحنا نريد نسوي لوب من 1 إلى 10. هسه هذا موضوع السامشن من 1 إلى 10، وش اللي نسوي؟ أريد مجموع الأرقام، يعني أكتب برنامج يقوم بجمع الأرقام من 1 إلى 10، يعني 1 زائد 2. لا هذا سموه برنامج، هذا كله هذا الخطأ كله راح نخليه كومنت. البرنامج يشتغل 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد حط له نقاط قصدي زائد 9 زائد 10، يعني المقصود انه البرنامج يقوم بجمع الارقام اللي عليها اللوب من 1 إلى 10. حيجمع الايتمز، الايتم الاول قيمته 1، الايتم الثاني قيمته 2، الايتم الثالث قيمته 3، فواحد زائد 2 3 زائد 3 6 زائد 4 10، وراح تجي 5 يصير 15، الى حد ما يوصل للتسعة يوصل 45 مجموعين، والعشرة يصير 55. زين هسه نشوف شلون نسوي هذا البرنامج. نحتاج نعرف فاريبل اسمه sum. طبعا ورا sum لازم يكون اكو فارزة. زين هنا انا item in two items، خلينا نقول يعني ارقام احددها اثناء تنفيذ البرنامج حتى تكون هاي فعالة. وبعد هذا نحتاج ان sum نعطيه قيمة ابتدائية. sum هو كلمة صندوق، صندوق بالبداية حط بيه nothing صفر، العنصر المحايد بعملية الجمع هو الصفر، فأحط بالبداية صفر، فبالبداية sum قيمته صفر. بعدين هنا سواء قبل كولوم أو ورا كولوم، خلينا نحط قبل كولوم حتى يكون أكثر. هنا نقول sum تساوي لي sum تجمعها مع شنو الايتم اللوب مالتي، هو شنو الايتم اللي يزيد الايتم. اكيد احتاج بين ستراكشن وستراكشن هاي النقطتين. زين الصم الجديد راح يكون الصم الحالي اللي هو بالبدايه صفر، اجمع الياه مع الايتم. الايتم بالبدايه ايش قد؟ 1. بالدوره الثانيه الايتم ايش قد قيمته؟ يزيد اوتوماتيكيا مقدار 1، فاكيد راح يكون ايتم الجاي 2. راح اقول ايتم الصم الجديد راح يكون
الصم الحالي اللي هو واحد صار زائدا الايتم اللي هو جلد اثنين راح يصير ثلاثة، وراها صارت الصم ثلاثة هسه حاليا، فيصير ثلاثة باللوب. يقول ثلاثة هي اقل من عشرة، تمام، ثلاثة طبعا بعدها اقل من عشرة، فراح يجي مرة ثانية يقول الصم الجديد راح يكون الصم الحالي ثلاثة، يجمع عليها مع الايتم راح يكون واصل اربعة، ف راح يجمع واحد واثنين عفوا مع ثلاثة، راح يجمع الثلاثة مع الايتم اللي هو واصل ثلاثة، وراح يكون مجموع اكيد ستة. وبعدين راح يقول الستة عفوا الاربعة هل هي اقل من عشرة؟ نعم، يستيجي يستمر يقول الصم الحالي هو ستة، الصم الجديد راح يساوي ستة زائدا الايتم اللي هي شكد وصلت اربعة، فصار ستة زائدا اربعة حطها بالصم وصار مجموع عشرة. وهكذا يجي بالمرحلة الخامس مرة، خمسة أقل من عشرة ويستمر، راح يقول الصم الحالي هو عشرة، يجمع عليها مع الايتم الجاي والخمسة، فراح يكون عشرة زائد خمسة 15. وهكذا تبقى الصم صندوق تضيف به القيم، أول مرة حط به الواحد، بعدين حط به اثنين، بعدين حط به ثلاثة، بعدين جمع شوي شوي لحد ما يوصل إلى النهاية. أتمنى هذا التوضيح صار وافي، وبعد هذا ما أحتاج أقول له well done، إذا أقول له يظهر لي الأوتبوت. يعني هنا أنا أريد السم، فأخلي السم يعني summation تساوي لي وأجمعها مع حوليها إلى string هاشرحها سابقا طبعا للsummation. أكيد أحتاج القوس مالت المسج بوكس. سننفذ البرنامج ونشوف شو راح يسوي. كم أرقام تجمع؟ نقول 10 أرقام. جمع ظهر لي 10 أرقام وقال لي مجموع مالتهم 55. إذا ننفذ مرة ثانية نعطي أرقام أقل. كم أرقام تريد؟ تنطي 5. 5 أرقام مجموعها 15 مثل ما اتفقنا. يعني 1 زائد 2 3 زائد 3 6 زائد 4 10 زائد 5 15. هاي الفكرة. هذا البرنامج حليناه بالفور. ممكن يجيكم بالامتحان حل البرنامج نفسه convert، يعطيكم البرنامج كامل حلوا لي بالدوائر. شو راح احل بالدوائر؟ اكيد اذا بسوي الافرج راح اقسم على عدد القيم. العدد هنا هو الايتمز، اكيد يعني عدد النهائي هو الايتمز. فهنا اذا بدنا نحسب الافرج نعرف فاريبل اسمه الافرج، خلينا نقول له AVG مختصر، او اكيد بكامل احسن افرج وانسخ هذا. شو نحسب الافرج؟ الافرج يساوي لي السمشن على عددهم، شنو عددهم؟ items. زين هسه اكيد بعد ان احط الايتمز اكيد احتاج ان اسوي اظهار للاوتبوت اللي انا اخليها هالشكل، ما راح تكون ظاهره. ف كذا جات لا كنترول Z من الافرج، وهنا افرج نفس البرنامج واكتب 10 قيم. السميشن مالتها 55، الافرج مالتها طبعا تقسيم 10 55 تقسيم 10 5.5، هذا هو الافرج. هذا في حاله ان الارقام تزيد بمقدار واحد. اذا كانت الارقام تزيد بمقدار اثنين راح يكون حجم مختلف. يعني اذا كانت هنا ستيب 2، ولتسهيل الموضوع نبدي باثنين. هنا ما راح يكون القيم باللوب نفس الايتمز، لان الايتمز تزيد بمقدار اثنين. يعني اثنين بعدين يجي اربعة. يعني اذا نقول احنا من الاثنين الى حد عشرة، اول قيمة اشقد؟ اثنين.
ثاني قيمة 4، ثالث قيمة 6، ورابع قيمة 8، وآخر قيمة راح تكون 10. لو نحسب بين القيمة مش قد 5، احنا شو نريد؟ احنا نريد نقسم على items، items مش قد 10، فإذا هاي خطأ. فحتى ما نوقع في هذا الخطأ نحتاج عداد، خلينا نسميه count. فهذا count حتى ما أخطأ نسميه count. هذا count بالبداية صفر، هذا عداد يعد لي كم مرة دسوي عن أي summation. لو نجيب بواحدة بدل items راح يكون count. زين الكاونت شبيه هذا، الكاونت كل ما دا يسوي عملية summation يزيد المقدار واحد. زين هسه هذا خلينا نقول من اثنين الى حد الايتمز اللي احنا راح نقراها، خلينا نقول 10 قيم، من اثنين الى 10 شيء راح يصير يعني مفروض 5، قلنا 2 4 6 8 10 5 قيم. فالمفروض راح يقسم لي مجموع الخمس قيم اللي هي 15 على الكاونت اللي هي 5، فراح يكون 3 ناتج. فنشوف النفذ ونتأكد variable not defined، احنا عرفنا الكاونت ما عرفنا، فهنا أنا احتاج ان اعرف الكاونت. خلي هاي الخطوة ننزلها جوا، وهنا نضيف count فارزة. وطبعا التعديل ما راح يفيد لانه مأشر هنا بعد البرنامج تحت التنفيذ فلازم اوقف فارزة، بس راح اخذ الكاونت. زين هسه نفذ البرنامج، عندنا بعد accept function or priority بيشير على count. نعم ما حطيت عدد اصلا، فمفروض بي شيل هاي النقطتين الزايدة، والكاونت شبي يساوي لي الكاونت زائدة واحد. يعني الكاونت بعد ان كان قيمته صفر بأول عملية جمع راح يكون قيمته واحد. يعني انا عندي 2 4 6 8 10 هاي ارقام، فأول مرة من تكون 2 الكاونت يكون 1، من تكون 4 الكاونت يصير يزيد مقدار 1 يصير 2، من يكون عند الرقم اللي بعد ال 2 يزيد مقدار 2، بعدين 4 بعدين 6، من يكون 6 الكاونت راح يكون 3، من يكون 8 الكاونت راح يكون 4، من يكون 10 الكاونت راح يكون 5. فما يجي يقسم الصم اللي هو المجموع النهائي اللي هو حيكون 15 تقسيم الكاونت اللي هو مرفوض 5 على الحالة، فيطلع الناتج 3. نفس البرنامج ندخل، اتفقنا لحد العشرة بيبدي باثنين، ها كفت شيء من منطقي مع 2 4 6 8 10 أنا يزيد هنا مجموع القيم طبعا يختلف، 2 زاد 4 6 مع 6 12 مع 8 راح يكون 20 مع 10 راح يكون 30، في المجموع 30. أنا آسف إذا جمعت غلط شيء، في المجموع مجموع ذني أرقام تزيد مقدار 2، فأكيد ذني مجموع إيش قد 30، 2 زائد 4 زائد 6 زائد 8 زائد 10. خلينا نشوف الأفرج، الأفرج إيش قد؟ ذني على عددهم، ذني إيش قد مجموع 30، عددهم إيش قد 5، ف 30 تقسيم 5 أكيد 6، فالأفرج طلع 6. لأن هذا صار الشرح وافي. زين تطوير على البرنامج نفسه ممكن مو بالضرورة نخليه يجمع أرقام ذني، ممكن نخلينا يجمع أرقام إحنا ندخلها أثناء تنفيذ البرنامج، يعني نسوي عملية قراءة. هاي إن شاء الله بالمحاضرة القادمة تفكر خليها. زين يجي على هذا اللوب، مو بالضرورة يكون بالفور، ممكن يكون أيضا بالدوائر، لكن الدوائر يحتاج عداد. الأيتم راح نطيب ده قيمة 2. لأن أول شيء الأيتم تساوي 2 و مقدار زيادة 2، فهنا نحتاج عداد خاص بالأيتم. الأيتم تساوي الأيتم جمعها مع 2، ونحتاج نحول هذا إلى دوائر.
rewhile هذا الدائم دي باثنين فالايتم شبي اقل او يساوي الايتمز زين بدل النيكست راح نستعمل لوب معنى الايتم معنى الايتم يساوي الايتم زائد اثنين بس هاي مهنا نحطها هاي انا اسف كنترول اكس بعد ان نقوم بالحساب نكمل فهنا راح تكون item سوى item زائد 2 لان هنا الايتم دي يجمعها ما معقولة ازيدها 2 وبعدين اجمعها زين هسه لو نحسب البرنامج مفروض نعطي نفس الارقام الارقام 5 5 ارقام المفروض يطلع 30 مجموع هنا تسوي اوكي average 3 items تساوي 2 items انا انطيتها 5 items تزيد بمقدار 2 يعني هنا items كانت مو 5 كانت 10 هندخل 10 قيم بس هي 5 مراحل يعني اول شيء 2 بعدين 4 بعدين 8 اذا ندخل 10 يعني كيف ندخل 10 مش ندخل 5 لكن هي راح تصير 5 عمليات اذا هسه صح 2 4 6 8 10 قبل شوية كان يشتغل باستعمال دوايل حاليا يشتغل باستعمال عفوا كان يشتغل بالفور نيكست حاليا يشتغل بالدوايل حيقول اوكي كده يكون 6 اوكي اتمنى هذا الشرح وافي واضح طورت بالبرنامج لاحظت طبعا هاي الخطوة ما احتاجها هاي الخطوة يعني اكتب برنامج يقوم بجمع الارقام فقط راح يكون بدل البني راح يكون 2 4 6 و 8 كان اخر شيء دخلنا 10 كان 2 4 6 8 تمام يعني 2 4 6 مع 6 12 مع 8 8 10 نعم فاكتب برنامج يقوم بجمع هذه الارقام او يجمع اكتب برنامج يقوم بجمع items من الارقام او n من الارقام يعني ارقام غير محددة هاي طبعا منطوق البرنامج افضل اكتبكم اياه ان شاء الله بالكلاس روم انزلكم اياه منطوق البرنامج مع صورة البرنامج هذا افضل زين اتمنى هذا الشرح وافي واذا عندكم اي اسئلة بالتعليقات راح اكون وياكم واجاوبكم على استفساراتكم وايضا ان شاء الله راح اكون وياكم يوم الخميس الساعة 1 اجاوب عن استفساراتكم تحياتي للجميع